الزمن ديالو اللي قلا هذه السنه واللي مشي فيها بخطى ثابته وواثقه بدون خوف بدون تردد وبدون اي تخوف من اي ضربات. لذلك الشباب اليوم اذا كنا قادرين في التجمع الوطني الاحرار ان نرفعوا التحدي ديال الدوله الاجتماعيه والمراهنه على الدوله الاجتماعيه، لان خلال الخمس سنوات الاخيره حزب التجمع الوطني الاحرار استطاع ان يبني حزبا مؤسساتيا، حزب بمختلف المؤسسات ديالو بمختلف الهيئات ديالو. دليل على ذلك اننا اليوم مباشره بعد 8 شتنبر لا زلنا نشتغل ونتواجد بكثافه بحكمه وبجديه في التفاعل والتواصل مع القواعد ديالنا. اذا المساله هي اساسيه جدا. اليوم الشباب من الرهانات الاساسيه ديال الشباب هو انه تكون القدره عندهم على الاقتراع على الابتكار، ولكن على اطلاق مفاهيم جديده يجب على الحزب ان يشتغل عليها خلال الفتره كمواكبه للبرامج الكبرى ديالو على راسها المشروع ديال الدوله الاجتماعيه. اليوم حزب التجمع الوطني الاحرار على حسب الاعتقاد ديالي المتواضع جدا ينتقل من منطق اسمعوا الشباب هاد المصطلحات راه مهمه جدا عمر الله يحفظك اخوة الله يجازيكم بخير. خليهم اكرمكم حزب التجمع الوطني الاحرار ينتقل انتقاله واثقه من الديماغوجيه الاحسانيه الى الدوله الاجتماعيه. هذا مفهوم جديد يجب ان نشتغل عليه نحن كشباب، ان نشتغل عليه من خلال فتح مجالات وفضاءات للتكوين، فضاءات للتواصل فيما بيناتنا على مستوى الجهه، ولكن ايضا تكون عندنا جراه، راه تقالت المداخلات، تكون عندنا جراه على المواجهه، ماشي ديال الخصومه وديال الاعداء، على المواجهه ديال كل من يمكن يشككنا في القدرات ديالنا المؤسساتيه ديال الحزب. لذلك اليوم حزب التجمع الوطني الاحرار ينتقل الديماغوجيه الاحسانيه التي ترتكز على عنصرين اساسيين. شنو هو؟ اولا الانفعال والتفاعل الاني، ولكن ماشي الديمومه في البرامج في المشاريع كيكون بحال اللي كنقولوا بالدارجه، شي واحد كيشري ديك السباقات القصيره الغير قانونيه. السباقات ديال الاتليتيز معروفه 100 معروفين، ولكن شي ناس كيجريو شي سباقات قصيره غير قانونيه، كيجريو 20 متر وكيصغر. حزب التجمع الوطني الاحرار حزب مؤسسات ويراهن على كل ما هو مؤسساتي ويراهن على المستقبل بمنهجيه واثقه واضحه وبالرهان على قواعد شبابيه اللي من الا افتخروا بها اليوم بينتا في مواقف اخرى. والان الشباب ديالنا مطالبه بالتجند الحقيقي لمواجهه ما يمكن ان تواجهه الدفاع على مشروع الدولة الاجتماعية، لأن الدولة الاجتماعية ماشي من الرهانات السهلة، الأكثر الدول اللي هي تقدما